ويرجعوا مره تانية بيتهم النادي الاهلي. وعندنا برضو كان رأفت خليل في زيد، محمد اشرف برضو ماشيين بشكل جيد. مظبوط يعني. مظبوط يا كابتن اسامه، ودي خطوه كويسه جدا من النادي الاهلي. مغربي في سموحه اكيد، ودي لعيبتك بتعرضهم، بتعرض بضاعتك اللي انت اشتغلت عليها. ده نمره واحد. نمره واحد مكرر ان اللعيب ده لما يلعب احسن ما يطلع يقعد. يعني انت بتبقى مسجل في النادي الاهلي وهتطلع تقعد، لانك مش هتقدر تلعب على اللعيب اللي بيلعب دلوقتي عنده خبرات كبيره والمدرب عنده ثقه فيه. بالتالي لما بتتشاب بره وبتلعب بره وترجع للنادي الاهلي اكيد خدت خبرات كبيره من الاحتكاك، والخبرات بتيجي من تجارب الفشل والنجاح. هو هياخد تجارب فشل ونجاح ويجي النادي الاهلي يبقى عنده تجارب النجاح اللي يقدر يضيف بيها للنادي الاهلي. بالتالي الاعراض دي ملف قوي جدا للنادي الاهلي، لان انت لعبتك انت بتدي كل الانديه زي ما قلت لك قبل كده كابتن اسامه، فيبقى الاعراض دي مفيده جدا للنادي الاهلي. فكره جميله جدا. محمد عبد المنعم اكيد طلع فتره اعاره، رجع دلوقتي ما شاء الله مكسر منتخب مصر الدنيا، منتخب مصر والنادي الاهلي وغيره. عندنا لعيبه الفتره اللي جايه دي هيبقى في اعراض كتيره، مش ان انت بعدت عن النادي الاهلي، بالعكس النادي الاهلي بيدور ازاي يرجعك ليه كويس، مش يبعد عن زمان اكيد. مش معنى ان انت اعاره انت النادي الاهلي مستغني عنك، بالعكس انا عايزك تاني. انا عايزك تجيني تاني كلاعب، مش هقول متكامل، لان النادي الاهلي بيلعب تحت ضغوط كبيره جدا، وبيلعب كاس عالم الانديه، وبيلعب افريقيا، وبيلعب كاس، وبيلعب دوري. فانت بتحتاج احتكاكات قويه جدا مع النادي الاهلي، لكن على الاقل تاخد التجربه، تاخد التجربه، ما تبقاش بادي من الصفر. تمام. فبالتالي نجاح كبير جدا لمنظومه النادي الاهلي، وده مش جديد على الناس اللي موجوده. انت بتتكلم في لعيبه كوره، ناس لعيبه كوره يعني، انت رئيس النادي بتاعك لعيب كوره، فاي فكر كروي فكره قريب من الناس، قريب جدا من الناس اللي موجوده. وحتى في الاجتماعات بيقول لك حاجات خبرات على كبيره. على طول انت بتتكلم عن الاجتماعات، على طول في اجتماعات مستمر يعني. كل فتره في اجتماع، كابتن بدر رجب، كابتن محمد شاوي، وليد سليمان موجودين، الكابتن محمود الخطيب في مدينه نصر، دايما بيتابعوا فيه اهتمام من الكابتن محمود بقطاع الناشئين. موجود الاجتماعات دي دوريه، خد بالك، مع الكابتن ومع لجنه الكوره. ابرز اللي بيتم في الاجتماعات، مش عايزين نعرف التفاصيل، لكن يعني ابرز ما يدور في الاجتماعات. هو انا مش هقول لك اسرار طبعا، لان دي حاجات ما بتطلعش بره، لكن انا خليني اقول لك ان مدى الحرص على انك تبقى ملتزم جدا في التعامل كويس، في التعاملات بتاعتك عشان الناس تحترمك. انت لو عايزني احترم حد لازم انا احترمه. فدي كابتن ولجنه الكوره، كابتن الخطيب ولجنه الكوره بيصروا عليها جدا، ازاي تتعامل، ازاي يبقى عندك عدد في القوائم تقدر تطورهم، ما يبقاش عندك زحمه كبيره جدا، بالتالي اللعيبه تتوه منك والمدربين يتعبوا، وحتى المساعد يبقى مش مركز مع المدرب، لان احنا بنعد حتى المساعدين ان هو يبقى مدير فني كويس، عشان ربما المدرب يتعب، ربما المدرب يطرد، ربما تعمل المدرب كوادر جديدة. ما يكونش، فبنعمل كوادر جديده. وده بتعليمات من كابتن ولجنه الكوره، كابتن محمود الخطيب. لان انت هو بيدور على المصلحه العامه للنادي، مش مصلحه خاصه. بالتالي احنا بناخد منه الحاجات دي وبنشتغل فيها بجهد كبير جدا. احنا على طول انا والكابتن وليد والكابتن محمد شوقي اجتماعات، مش هقول لك يوميه يعني، حتى في التمرين بنتكلم هنعمل ايه. تمام. بعد التمرين النهارده في ايه نقدر نعدله، بكره هنشتغل ازاي، كل ده من خلال الخوف والحرص اللي موجود في الكبار بتوعنا. انك لازم تبقى في ادوات للنجاح احنا بنوفرها لك، وعليك انك تستغلها وترجع لنا بنجاحات كبيره جدا للنادي. تمام. اخيرا يا كابتن بدر، عشان وقتنا، لازم اسالك عن منتخبنا الوطني. شفت ازاي منتخبنا الوطني اداؤه كاس الامم الافريقيه؟ كان برضو الاداء مخيب للامال، كانت الناس منتظره الكثير. خليني اقول لك، اللي ما عندوش تخطيط ايوه ها ما عندوش كوره. قصه الزوبعه دي، ان انت زوبعه فنجال اي حد تاخده كده واي حد تجيبه، وما فيش محاسبه لاي مدرب بيجي، وان انت تعمل اللي انت عايزه، الكلام ده مش موجود. مش موجود في اوروبا. مش موجود في اوروبا. المدرب بيشتغل بمزاجه. ده في مدربين بيتفرض عليهم تقدم لي خطتك لمده 4-5 سنين، بتشتغل ازاي؟ احنا عشان تعمل منتخبات مصر، مفيش حاجه اسمها بدون بلان ليك، ولا خطه ليك، ولا برنامج ليك. ففي قصيره المدى ومتوسطه المدى وطويله المدى. انت في مصر عايز طويله المدى، لانك بتعتمد على هنرجع للتسنين والمزورين، وهم بيكبروا بيوقفوا، ما فيش تطور في المستوى، لان هو بيعتمد على قوته وسرعته في السن الصغير. اما تيجي تحتاجه بقى في المنتخبات، خلاص قطه صيامي
مش ذكر كده، مش اسد، لا قطه سيان، لان هو خلص كل قوته في اللي مع اقل منه. اللي اقل منه بقى عشان يطلع يشم نفسه، انت محتاج بلان ومحتاج برنامج ومحتاج مدربين عندها خبرات. قصه ان انت تجيب اللي انت عايزه دي انتهت. الكوره علم وخبرات، واذا تساوى العلم والخبرات الخبرات تكسب، لان الخبرات جربت. العلم بيديك البلان اللي تشتغل عليه، لكن الخبرات كبيره جدا يا كابتن اسامه. ولازم تجيب مدربين في المنتخبات تحديدا عندهم خبرات في المرحله اللي هيشتغلها. انت بتجيب واحد يشتغل في الدرجه الاولى تديله منتخب ناشئين، هو ماله بالقصه دي؟ هو اصلا ما اشتغلهاش. ليه؟ هو باصص لفوق ليه؟ لان فوق الشهره والسوشيال ميديا والقصه دي كلها. فانا مش عايز بقى انا اتعب ليه؟ وانت عايز تخليه يتعب، فبالتالي هيفشل. مش هيحقق النجاح، مش موجود. شرفتنا ونورتنا يا كابتن بدر، واستمتعنا بالحوار معاك. حبيبي يا كابتن اسامه، وسعيد بوجودي معاك، وانت ليك معزه خاصه عندي. حبيبي يا كابتن بدر، ودايما موفق، وطلع لنا لعيبه زي ما احنا متعودين ان شاء الله، طلع لنا نجوم لكل الكره المصريه ان شاء الله، بامر الله ان شاء الله. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وبشكر ضيفي كابتن بدر رجب، واحد يعني من نجوم النادي الاهلي السابقين وابو الاشبال ده.